اللبنانيين هن بخطر صحي. عشرات آلاف السكان عم يستفيدوا من مياه شفة غير صالحة للاستعمال. 60% من التربة بالبقاع ملوثة بمياه الصرف الصحي. أن يسأل وزارة الطاقة ويسأل مجلس المياه والإعمار ماذا فعلتم بالصرف الصحي؟ والسبب سوء إدارة قطاع الموارد المائية، الهدر والفساد. يعني اللي عنده شوارب لازم يستحي. 69 بلدة ومئات المعامل منتشرة على طول نهر الليطاني بتكب نفاياتها وملوثاتها ومياه الصرف الصحي بقلب النهر. اليوم عندنا أزمة مرحاض. اللبنانيين يغرقون بمجاريرهم. فساد الليطاني جريمة بحق الشعب اللبناني. حضرتك متابعة هيدا الملف من 3 سنين أنا وياكي، وعم بتشوفي التقدم البطيء اللي عم نحاول إنه نوصل. اليوم مشكلة تلوث نهر الليطاني حتى ما حدا يكذب على اللبنانيين هي مشكلة ناتجة عن إرادة مقصودة بعدم إيجاد حل لها. مشكلة ناتجة عن التقاء مصالح الملوثين مع الفاسدين من أجل تدمير بيئة لبنان وحرمان اللبنانيين أو معظم اللبنانيين من مصدر أساسي للمياه من شأنه أنه يغير واقع الاقتصاد اللبناني فيما لو تم. أكثر من 5000 هكتار من الأراضي الزراعية تنروى على ضفتي النهر من مياه الصرف الصحي. مياه آسنة ومياه الصرف الصحي الخام. عشرات آلاف السكان عم يستفيدوا من مياه شفة غير صالحة للاستعمال. فساد المسؤولين يلوث أكثر من 60% من التربة بمنطقتي بعلبك الهرمل بالبقاع من مياه الصرف الصحي وملوثات المعامل المنتشرة على حوض نهر الليطاني. في عنا أكثر من 70,000 نازح سوري مقيمين في الأملاك النهرية على ضفتي النهر. للأسف هذا واقع، مئات لا بل آلاف حالات السرطان الناتجة عن هذا التلوث. سيء لهم وسيء للبيئة. في عندي أكثر من 46 مليون متر مكعب من المجرير عم تتدفق على بحيرة القرعون، وبتعني أنه في عندي أكثر من 4 مليون متر مكعب من الصرف الصناعي عم تتدفق. قدرنا نحجم منهم ولكن لا يزال. في نهش لجبال لبنان وطبيعة لبنان بمجموعة من المتوحشين اسمهم مستثمري المحافر والمقالع، لا سيما بمنطقة الريحان والعيشي. فشل منظومة الصرف الصحي نتيجته التلوث، مرد الفساد، والمسؤول هو وزارة الطاقة ومجلس الأنماء والأعمار. فمحطات الصرف الصحي موجودة لا تعمل، سوء تنفيذ وهدر أدت إلى فشل منظومة الصرف الصحي بسبب سوء التنفيذ وهدر ملايين الدولارات واليوروز وكل أنواع العملات وكل الأرقام. بتوصل الخسائر إلى أكثر من مليار دولار نتيجة سوء هذه الإدارة. تسعة وستين بلدة بمناطق الهرمل والبقاع بقطاعيها الغربي والأوسط صرف الصحي ومياه الآتنة تصب بالليطاني ومنه إلى بحيرة القرعون. بالمبدأ كل مجموعة من البلدات تستفيد من منظومة من الصرف الصحي، وكل منطقة إلى شبكة ومحطة، وكل وحدة منها تعالج كمية من المياه قبل وصولها إلى النهر، إلى أن الواقع مختلف تماماً عما كان يجب أن يكون.
أكثر من 7 محطات غير موجودين، وعلى رأسهم محطة تمنين ومحطة المرج وكفر زبد. هذه المحطات غير موجودة رغم أنه تمويلها مؤمن بالفريش دولار، ملزمة، أوامر مباشرة بالتنفيذ أعطيت. السؤال يجب أن يجيب عليها القضاء. ليش؟ لأنه منهم من يقول أنه في عنا مشكلة بالاستملاك، منهم من يقول أنه مش بس مشكلة بالاستملاك، في عنا مشاكل إدارية ومشاكل مالية مع الجهات المانحة. هذه كلها حجج واهية. أنا برأيي كان يجب على مجلس الوزراء أن يضع يده على هذا الملف، مش بس هون، كل ملف الصرف الصحي. ملف الصرف الصحي في لبنان هو أخطر من الكهرباء وأخطر من الخليوي وأخطر من الطرقات، هو شقفة الجبنة المخبية اللي ما حدا حاس عليها بس ولكن ريحتها كتير قوية. دكتور، أنت عم بتقلي وبكل وضوح قسم كبير من اللبنانيين اليوم عم بيشربوا مياه قاتنة وعم بياكلوا منتوجات مروية من مياه الصرف الصحي. أنا مش عم قلك بس هيك، عم قلك إنه المخطط كمان إنه الجزء الآخر من اللبنانيين اللي خارج الجنوب والبقاع إنه لبيروت أن تجر مياه القرعون إلى بيروت من أجل توزيعها كمياه شفة. وأنا اللي عم قلك إنه مش بس هذه المنتجات الزراعية عم يتم ريها لموضوع استهلاك محلي، لا بل قد تكون موضوع تصدير إلى الخارج. فبالتالي نحن أمام مشكلة صحية، غذائية، بيئية، اجتماعية، أخلاقية، ناتجة عن سوء إدارة صانعي القرار وسوء إمانة المسؤولين عن هذه المشاريع اللي هي متعلقة بالصرف الصحي. وقلت لي صار في مليار دولار هدر. أنا برأيي المهدور في ملف الصرف الصحي من هبات ومنح وتمويل محلي يفوق المليار دولار. مجموعة من القروض والاتفاقيات والهبات التي أخذت باسم النازحين السوريين وباسم اللبنانيين وباسم البيئة وباسم المجتمع المضيف وبكل أنواع وأسماء الإشحادة، والنتيجة وحدة أن ما قادرين ينفذوا محطة التكرير مثل العالم والناس. حتى محطات التكرير اللي هون ببعلبك الهرميل بما فيها أبلح وإعاعات، روح يسألي أهل دار الأحمر عنهم. اليوم الريحة واصلة على آخر الدنيا نتيجة فشل هذه المنظومات. التمويل متوفر، الملايين من الدولارات انعطت، أين هي هذه المبالغ؟ لماذا لم تصرف؟ والواقع يسوء من يوم إلى يوم على حساب صحة مئات آلاف المواطنين. طلبنا إفادة حول كيفية تنفيذ هذه المشاريع ومدى تقدم الأعمال، لم نتلقى إجابات مقنعة، لدينا علامات استفهام. على القضاء أن يسأل وزارة الطاقة ويسأل مجلس الإنماء والإعمار ماذا فعلتم بالصرف الصحي، وعلى اللبنانيين أنه يسألوهم شو عملتوا بصحتنا. من كم سنة؟ هيدا المسلسل المتعلق بمشاريع الصرف الصحي بدأ في بمنطقة حوض الليطاني منذ العام 2004. بدأ التمويل يتكاثر منذ العام 2014، وآخر اعتماد هو اعتماد 1100 مليار على 7 سنوات. أوكي، رصد منهم 450 مليار للصرف الصحي. وينهم؟ ليه ما تلزموا؟ وإذا تلزموا وشو نعمل فيهم؟ ولمين تلزموا؟ ما عنا أجوبة. مسؤولين أساءوا إدارة المال العام ومشاريع القطاع العام، أساءوا إدارة المشاريع الإنشائية المتعلقة بصحة اللبنانيين. نحن اليوم نسأل ومنقول إنه الجهات المانحة عليها أن تتوقف عن إنفاق أي فلس بلبنان بيتعلق بالصرف الصحي إلا لتعرف مصير الأموال، لأنه الأموال المنهوبة مش بس أموال اللبنانيين، يبدو أن النهب سيطال أموال كل الكوكب. 5 اللبنانيين اليوم هن بخطر ناجم من تلوث نهر الليطاني. إنه نحن اخترنا إنه حوض الليطاني نعمله مزبلتنا، حوض الليطاني نعمله مجرورنا، حوض الليطاني اخترنا انه اراضي زراعيه نغمرهم بالمجرير، حوض الليطاني اخترنا انه منتجاته الزراعيه نسقيها بالمجرير، واخترنا ايضا كمان انه نشتغل سياسه بحوض الليطاني
إنه نحن لما واحد بدنا نخدمه نسكت له عن كسارته أو نحميه، وأحد بدنا نخدمه نعطيه ترخيص لمؤسسة صناعية بدون التزام بيئي. الزبائنية بأبشع تجلياتها. نحن قدرنا نوقف الكثير من الحالات، ولكن نحن وعنا الإرادة، ولكن نحن اليوم لا يمكن الانتقال من حوض نهر الليطاني الملوث إلى حوض نهر الليطاني البيئي والسليم إلا إذا صار في عملية تسلم وتسليم موازية بين عقليتين في إدارة الدولة، بين عقلية الدكانة وعقلية المؤسسات وعقلية احترام القانون. اليوم عندنا أزمة مرحاض، مين بيصدق أنه اللبنانية مشكلتهم بالفوتي على الحمام، عم بيكبوا وسخهم بالطرقات وبالأودية وبكل الأماكن المقدسة بيئياً وثقافياً واجتماعياً. هدر المال العام، سرقة الأموال الممنوحة للصرف الصحي وهي بمئات الملايين، الزبائنية السياسية المتسامحة مع الملوثين من أصحاب مصانع ومقالع ومرامل ومكبات، هذا هو الواقع المذري، فيما المطلوب هو تنفيذ خارطة الطريق التي رسمت لتنمية حوض نهر الليطاني. الآتي أو الأسوأ لم يأتي بعد، فبالتالي نحن كنا أمام 3 سنوات ماطرة أو 4 سنوات ماطرة، ونحن إن المياه القابلة للاستخدام من المياه المتاحة اليوم ستكون أقل مع التغيرات المناخية وما غيرها من التقلبات المناخية وما غيرها من أساليب الضغط على الموارد المائية بسبب سوء إدارتها هون من عند جيراننا من الوزارة. فبالتالي شو رح يصير المشكلة؟ رح يكون في تركيز لهذه الملوثات إذا لم تتدارك الأمور ونعالج مشكلة الصرف الصحي. يعني المال موجود، الخطة موجودة، ولكن لا إرادة ولا نية واستخفاف بصحة اللبنانيين. مشكلة سوء إدارة الموارد المائية مشكلة مزمنة تدوم من سنوات ويتفاقم خطرها مع العهود والسلطات والحكومة ومجالس النواب التي تتعاقب وتتوالى على لبنان. لأنه إذا عملنا هذا الشيء نحن شو عم نخسر بصراحة؟ نحن عم نخسر أكثر من 400 مليون متر مكعب من المي اللي هي صالحة للاستخدام، عم نخسر ري أكثر من 5000 هكتار من الأراضي الزراعية من المياه، عم نخسر طاقة كهرومائية منتجة. نحن اليوم عم ننتج أكثر من 500 مليون كيلوات ساعة، ولكن لو كانت نوعية المياه أفضل ومنقدر كمان نتحمل أكثر، فبالتالي بتكون كمية المياه يمكن أو كمية الطاقة المنتجة عم ننتج 20% زيادة. نحن بالمناسبة عم نعمل وفر على كهرباء لبنان 60 مليون دولار بالسنة. هي على القرعون، على القرعون لوحده مياه القرعون الملوثة ننتج منها كهرباء 500 مليون كيلوات ساعة، عم نبيع الكيلوات ساعة ب 60 ليرة باللبناني، بينما عم يشترون من البواخر ومن دكاكين المعامل الحرارية ومن سوريا من 10 ل 15 سنت بدون الفيول هيدا اللي عم يشحدوه. فبالتالي نحن عنا فيولنا منا وفينا، ولكن اليوم المطلوب هو تدمير هذا القطاع. خسائر أخرى يتكبدها القطاع السياحي، فبحيرة القرعون والمواقع الرائعة المحيطة فيها كان من المفترض أن تكون مورد سياحي يغني أهالي وسكان المنطقة. مساحة 12 كيلومتر مربع تساوي ثلثي مدينة بيروت. مساحة مغمورة بالمياه لوث الفساد فقتل الملايين من قاطنيها من سمك الكارب، والأسوأ أن سكان هالمنطقة يعانون من أمراض خطيرة مرتبطة بهذا التلوث. والحل الوحيد اليوم هو المحاسبة والمحاكمة أمام القضاء بتهمة ارتكاب جريمة ضد اللبنانيين. كل يوم تأخير معناته عنا حالات سرطان زيادة، كل يوم تأخير يعني في عنا أطنان من الخضروات الملوثة بالصرف الصحي عم ناكلها. كل يوم عم نتأخر فيه في عنا هدر بالكهرباء وهدر بالتربة وهدر بالموارد البشرية بالمنطقة. اللبنانيين يغرقون بمجارير، هذا هو التوصيف اليوم. أنا برأيي عيب، يعني اللي عنده شوارب لازم يستحي
انه انا بدي يعني مش للرجال هنالك بعد رجال بالضبط. يعني فبالتالي نحن اليوم امام فضيحه مستمره. الابجديه الاولى بالكلام عن الزراعه هي رفع التلوث وحمايه الموارد المائيه والبيئيه. اثنين، اليوم كمان بحجه كل ما بدهم يدعموا قطاع بدهم يدقوا بالبيئة، وبحجة دعم الصناعة اللبنانية بدهم يصيروا يسامحوا أو يحاولوا كانوا يسامحوا المؤسسات الصناعية من شروط الالتزام البيئي. هذه المؤسسات الصناعية إذا ما التزمت بيئياً يجب على دول العالم أن تتوقف عن تقبل منتجاتها المصدرة إلى الخارج، لأن هذه المنتجات قد صنعت ولوثت بدماء اللبنانيين وبصحة اللبنانيين. وأيضاً بذات الوقت ما بنقدر نحن كمان إذا بدنا نعمل معامل ترابي إنه كمان نحن نختار إنه نعمل معامل ترابي لناخذ لهم من محافر الرمل بجبال الريحان والعيشية ونهجر السكان هونيك. ليش لنعمل معمل ترابي؟ نقدر كمان نبيع الترابي بالسوق السوداء. الجرائم يلي ارتكبت بلبنان بحق البيئة هي أخطر من الجرائم يلي ارتكبت على مستوى القطاع المالي. جرائم الفساد يلي ضربت قطاع البيئة هي أسوأ من الجرائم يلي ضربت القطاعات الأخرى. صفقات الشراء العام وصفقات المتعهدين هي نعم نشوف نتيجته اليوم بعمليات صرف صحي فاشلة وبمعالجة فاسدة. نحن اليوم خسرنا عملتنا وخسرنا وجودنا بالسوق العالمي وخسرنا حضورنا كتير منه، ولكن في شعار بيضلوا يرددوه لبنان الأخضر وهذه النوستالجية اللي عايشينها. إذا نحن اليوم بنقدر كمان نخسر بيئتنا ونكمل جرائم بحق البيئة اللبنانية، لا سيما بمنطقة نهر الليطاني وينابيعة والبردوني والغزيل وكل روافد هذا النهر، بنكون نحن قضينا على فكرة لبنان نهائيا. فبالتالي المطلوب فقط لا غير هو العودة إلى الجذور اللي هي وجد من أجل لبنان، اللي هي البيئة اللبنانية. الحفاظ عليها يعني الحفاظ على وجود اللبنانيين.